خرجت من الكلية وكان كل شغف ان الواحد يشتغل في المصانع، اشتغلت في الشركة العامة للمنتجات الخشب الصيني اللي هي تشيني. بعد كده سافرت السعودية كمدرس ادرس مادة الخشب في الكليات المتوسطة والمدارس المتوسطة. بعد ما قعدت فترة هناك رجعت مصر، وكان كل همي ان انا اعمل استوديو نعمل فيه كل الامكانيات الفنية اللي احنا نقدر نصنع بيها الخشب. وكان طبعا الخزف الفيروزي من الخزف المصري القديم اللي هو الأشكال الخزف، هو الخزف الفيروزي ده يعتبر 5000 سنة، وده تراثنا اللي احنا ورثناه عن الأجداد. فأنا كان كل هم إن أنا أبرز صناعة الخزف، وبعدين أعمل الأشكال اللي هي الفرعونية والأشكال المحلية والحمد لله. وكان ابني محمد كان مساعد معايا، ومحمد برضو خريج كلية الفنون 2003، ومعايا أسماء برضو خريج كلية الفنون قسم إعلان 2005، وإحنا كجروب إحنا الثلاثة، أسماء بتصمم وإحنا بننفذ. وبالنسبة للخزف والله أنا يعني نفسي إن إحنا نوصل للعالمية بالنسبة لصناعة الخزف في مصر، إن إحنا نعمل خزف مميز. يعني لو أنت في أي دولة في العالم وشفت الخزف الفيروزي ده هتقول ده خزف مصري قديم يعني. فإن شاء الله ربنا يساعدنا ونقدر إن إحنا، وأنا سعيد إن أنا ورثت المهنة لابني، إن ابني بيشتغل معايا، هو بقى الشباب اللي هو بروح الشباب اللي هيقدر يكمل مشوار بعد كده في صناعة الخزف. هو الحمد لله الخزف المائدة هو متفوق فيه، واخد جائزة الدولة التشجيعية 2020، والحمد لله واخد الزمالة من أمريكا، وربنا يوفقنا جميعا ونعمل لمصر حاجة كويسة، ونعمل لينا احنا كمان حاجة كويسة ومهنة كويسة واحنا متعايشين معاها، واحنا العيشة بتاعتنا معتمدة على الله ثم عليها. طبعا انت ما بتبقى شغال في حرفة انت بتحبها وطول عمرها مصاحباك، العشق الطينة ده حاجة تانية خالص. احنا ممكن نطلع منه كل، يعني تمسك حتة الطينة كده تلاقي نفسك بتطلع منها اشكال مبدعة جدا جدا.